كانت بداية وايد حلوة من بلشت، كان عمري 7 سنين. لعبة التنس مو نفس باقي الألعاب الجماعية، تحتاج إنك تشارك بطولات أكثر، تحتك مع لاعبين أكثر. يوم حققت 3 سنة صراحة كان شعور يعني ما ينوصف صراحة. بطولة غرب آسيا كانت بطولة قوية جداً، أن تدري على مستوى غرب آسيا منتخبات لبنان، سوريا، الأردن منتخبات قوية جداً، كان حتى المباريات على مستوى عالي تكون. رحنا كنا أول سنتين بطولة الأردن، بطولة بالأردن كانت صراحة ما حققنا مركز بالأردن. صارت آخر سنة كان عندنا غرب آسيا، صارت بدولة عمان. قلنا لازم نروح، دائما كنا نروح نخسر ثاني ثالث دور، منتخبات قوية كانت ولاعبين منافسات تكون يعني وايد قوية. بدولة عمان تطورنا أكثر، تجهزنا حق البطولة أكثر، وصلنا نهاية بطولة غرب آسيا بدولة عمان، خذنا المركز الثاني. ما كان شيء سهل أن نوصل مباراة النهائية بغرب آسيا، كان طموحنا ناخذ البطولة، بس البطولة كانت نفس ما قلت بطولة قوية جدا. بطولات الخليج كانت منافسات تكون وايد حلوة، كل سنة كانت تصير بدولة، دولة قطر، كانت تصير بالكويت عندنا، كانت تصير بالبحرين، كانت تصير بالإمارات. بطولات الخليج دائما تدري حتى ان يعني نفس ما تقول غير عن باقي البطولات، حتى حلاوة البطولة تصير غير، تدري كلنا خليج وربع ومنافسات تصير بيننا، كانت البطولة حلوة طعم، يعني لما تفوز حتى طعم آخر كان يكون. بطولة الخليج كانت تصير على مستوى الفرق والبطولات الفردية، كانت تصير منافسات جدا حلوة بين منتخبات الكويت، السعودية، كل الفرق كانت قوية. سنة من السنين كانت بطولة الخليج عندنا بالكويت، كانت كل مراحل تلعب بالكويت تحت 14 تحت 18 والدرجة الأولى، وكانت بطولة ومنتخب الكويت حقق مركز أول بطولة الخليج للفرق بكل المراحل بال 14 و18 والدرجة الأولى. لما نفوز أنا بالفردي مو معناته فزنا المباراة، لأن لازم ربعي يفوزون بالفردي أو بالزوجي، كانت تصير على 3 مباريات. نشارك مثلاً أول مباراة نكون فايزين 1-0 أو يصير 1-1، تدري يصير ضغط كبير 1-1، لازم الزوجي الحين ندش مباراة لازم نفوزها. كانت تصير منافسات حلوة بالفرق. كانت في سنة من السنين بطولة الخليج كانت في قطر للفرق، شاركنا خذينا المركز الثاني، ومنتخب قطر هو أخذ المركز الأول، كان 1-1، لعبنا الزوجي خسرنا. صارت سنة الجاية لعبنا بطولة الخليج بالكويت، نفس المنتخبين الكويت وقطر كنا بالنهائي. قلنا احنا الحين بقطر هم اخذوا الاول، لازم بالكويت ناخذ الاول. نفس الشيء صارت المباراه 1-1، دشينا بالزوجي وفزنا عليهم، وكانت دائما تكون يعني منافسه قويه بين منتخبنا الكويت ومنتخب قطر، منتخب قطر قوي جدا. بطوله العرب هذه قصه ثانيه، قصه تاريخيه انا اشوفها بحياتي. كنا نروح كل سنه بطوله العرب، إذا وصلنا ثاني دور هذا إنجاز حق منتخب الكويت. كانت منافسات عالمية، قاعد نلعب مع منتخب تونس، قاعد نلعب مع منتخب الجزائر، منتخب مصر، منتخب المغرب، المنتخبات هذيلا لاعبينها عالميين على مستوى العالم يلعبون. كنا نروح بطولة العرب بتونس، أذكر نطوف أول دور ثاني دور لازم لاعب عالمي نطلعنا. 4 سنين شاركت ببطولة العرب في تونس، كانت السنة الأخيرة لي تحت 14 سنة، كانت بطولة في تونس.
قبل أروح البطولة كنت بالكويت مع مدربي كابتن أحمد عاشور، اللي أقدر أقول هو اللي فاز بطولة العرب مو أنا. كنت أقول له لازم آخر سنة هذه لازم نفوز بطولة العرب، يعني ما يصير كل سنة نروح نخسر أول دور ثاني دور أول دور، لازم هالشيء هذا الحين يتغير عندنا. قال لازم البطولة هنا، يعني البطولة هناك ناس متجهزين لها سنين، مو بيوم وليلة يروح يلعب، تجهز أسبوع أسبوعين وتروح تلعب بطولة، ناس جهزت لها سنين منافسات قوية. فكنا من الكويت 3 أشهر تمرين على 3 فترات، الصبح والعصر والليل، 3 فترات نتمرن. 3 أشهر كنا نتمرن بالكويت قبل البطولة، رحنا معسكر مصر 20 يوم تقريبا، معسكر مصر 2 فترات كنا نتدرب. من مصر رحنا بطولة تونس، بطولة العرب في تونس، طلع جدول البطولة. أنا تقريبا كل بطولة أروح فيها بطولة العرب نفس اللاعب يطلعني من بطولة، كان لاعب مغربي اسمه يوسف الحلوح، وهو بطل العرب وبطل أفريقيا. أنا عن نفسي كنت قاعد مع اللاعبين، كنا 10 لاعبين بس هي بطولة فردية، يعني أقدر أنافس لاعبين اللي يعني معاي من المنتخب. قعدت قبل البطولة بيوم مع كابتن أحمد عاشور، قال لي تبي البطولة ركز بالبطولة بس، عينك خلها على البطولة. بعد البطولة هني نتكلم عن أشياء ثانية، عندك أخطاء، عندك مثلاً أشياء لازم تغيرها، بس الحين عينك على البطولة. دشيت أول دور، كانت لاعب عراقي، فزت أول دور. ثاني دور مع زميلي فيصل بقريس، وصلت دور 8. هني كانت أول مرة بالتاريخ أوصل دور 8 ربع النهائي، لاعبين 4 سنين بطولة العرب ولا مرة وصلنا دور 8، فهذا كان يعني إنجاز إحنا واصلين ربع النهائي. بس كان طموحي أنا ما أبي بس النهائي، كنا نبي البطولة، كنت أنا أبي أدش بطولة العرب، نبي بطولة العرب. لازم يتغير هالشيء، من 13 سنة ولا كويتي فايز بطولة العرب. دشيت ربع النهائي كان مع بطل الجزائر، كانت مباراة 3 ساعات ونص، كانت مباراة بين 3 مجموعات، صار تعادل فصار 1-1، فزت بالمجموعة الأخيرة 6-4. أنت الحين وراك نص نهائي ونهائي، أنت تعبان من ربع النهائي، عشان كذي لازم تكون فيها لياقة عالية وتكون متجهز لها من سنين، مو بس هي أسابيع. وصلت نص النهائي، أنا الوحيد كويتي بين نص النهائي، باقي لاعبين 3 مغاربة، يعني نص النهائي أنا ألعب ضد مغربي والنص النهائي الثاني مغربي ضد مغربي. وصلت المباراة النهائية مع نفس اللاعب اللي كان يطلعني 4 سنين، يوسف الحلوح بطل أفريقيا. وصلت معاه النهائي، أنا قلت هذه السنة غير، أنا الحين واصل النهائي، كل مرة ألعب معاه بأول دور ثاني دور، الحين أنا واصل معاك النهائي. تعتبر مباراة نهائية بطولة العرب في تونس، مباراة لا تنسى بالنسبة لي، مباراة كانت جدا جميلة، كان بحضور بعد الشيخ أحمد الجابر الصباح رئيس اتحاد الكويتي للتنس، ونائب الرئيس عبد الرضا غريب اللي كانوا من أهم الداعمين لي في هذه البطولة. كان بحضورهم كنت أنت لازم تأدي أداء غير، أنت رئيس اتحاد جاي يطالعك، رئيس اتحاد العربي جاي يطالعك، رئيس اتحاد تونس قاعد طالعك، فأنت وبين جماهير تونس جماهير المغرب هناك يعني أجواء ثانية. البطولة كانت من أهم وأصعب البطولات اللي واجهتها بحياتي. التطلعات المستقبلية والطموح أني أطلع أجيال جاية من لاعبين ومواهب يدخلون من صغرهم يلعبون لعبة التنس، بعد تطور كبير صاير في الكويت مع افتتاحات ومدربين وملاعب مجمع الشيخ جابر، وايد تطور صار كبير. فطموحي أني أطلع وأدرب وألعب وأساعد كل اللاعبين اللي يبي يوصل لمرحلة
خارجية أو عالمية أو حتى لو يبي محلية، المهم إنه يوصل بمستوى عالي جدا، وأي أحد راح أساعده كثر ما أقدر إنه يوصل يرفع منتخب الكويت بالبطولات الخارجية وبطولات محلية.